بسم الله الرحمن الرحيم. عم منعم العبد محامي ومن محامين الثورة وعضو اتحاد الثورة. احنا اجتمعنا يوم الثلاث في نقابة الصحفيين كاتحاد الثورة وبصفتي وكيل مؤسسي حزب ثورة الشعب، على أساس ان احنا كلنا نتفق على اننا ننزل الى الميدان كي نحقق مطالب الثورة التي لم يتم تحقيقها الآن. وحينما استشعرنا الخوف على ثورتنا، خاصة بعد شهود الزور الذين تواترت شهاداتهم من الأول حتى الخامس، وفوجئنا أمام المحكمة باهتزاز مستوى المحاكمة، فقررنا النزول إلى جمعة التطهير وجمعة عودة المسار الطبيعي للثورة. ودعونا جميع الاتحادات وجميع القوى الثورية على أن تكون متواجدة في ميدان التحرير، وعلى ألا تنسى ثورتها وتتركها للآخرين من فلول النظام السابق، خاصة أن احنا قادمين على انتخابات مجلس الشعب، وإن الذي يملك المال ويملك التضليل في هذه اللحظة هم الفلول الموجودين في مواقعهم حتى الآن، ولم يتم تطهيرهم من الجهات الحكومية، بل إن المحليات وإن كانت قد حلت بحكم من المحكمة، إلا أن المحليات الدنيا أو الدرجات الدنيا من المحليات كالعمد والمشايخ وتأثيرهم الفاسد في الانتخابات وفي غيرها متواجد في القرى المصرية. وللأسف كثيرا من أبناء الشعب المصري لا يعون أو لا يلمون بجميع مطالب الثورة، ولما قامت الثورة ومكافحة الفساد كان عملا أساسيا، وعمل كل الثوار ودم الشهداء كان من أجله، والمساواة والحرية والقضاء على هؤلاء البلطجية الذين كانوا يستولون على مقدرات الشعب وكانوا الوظائف العمومية تخصص لهم وغيرها. فهؤلاء الفلول لم يطهروا بعد، فيجب على جميع القوى الثورية أن تنزل، ويجب على المحكمة أن تعيد البث حتى تكون هناك الشفافية، ويجب علينا هدفنا الأساسي كاتحاد الثورة والثوار أن لا يتدخل أحد أجنبي في شؤون مصر الداخلية، لأن هذه القضية الآن المعروضة على الساحة والتي تعد محاكمة القرن قضية بين شعب ورئيسه وليس بين فرد وشخص آخر، وبالتالي لا يجب على الكويتة أو غير الكويتة أو أي دولة أن ترسل أي وفود إلى هذا المكان، لأن إرسالهم هذا يعد تدخل في شؤون مصر الداخلية. شكرا.